زي ما قلت لكم الست المصريه ست ب 100 راجل، امهاتنا احن واجدع امهات ممكن تشوفوهم في حياتكم. عشان كده النهارده معايا مثل الام المثاليه، ام عظيمه بجد قدرت تتخطى الصعاب. معايا ام وليد سواقه التاكس اللي بقى لها 35 سنه في المهنه دي، جايين عشان نكرمها ونسمع قصتها بدات ازاي. اهلا بيكي معانا يا ام وليد. حضرتك كل سنه وانت طيبه وعيد ام سعيد عليكي. وانت طيبه حبيبتي. في البدايه طبعا انا متشرفه جدا بوجودي معاكي، وكنت عايزه اعرف منك ازاي جاتلك الفكره انك تبقي سواقه التاكس. بص حضرتك، انا مش مكمله تعليمي، او معنى اصح مش متعلمه، فانا علمت نفسي بنفسي. دي اول حاجه، يعني علمت نفسي قرايه وكتابه لنفسي كده، رحت مدرسه ولا اي حاجه. وبعدين جاتني الفكره ان انا عايزه اشتغل. طب اشتغل ايه؟ نص العيله عندي سواقين، فانا اصلا بحب المهنه دي. جميل. فبدات سنه 79، قدمت على عربيه في بنك ناصر واستلمتها اول شهر في 80 وركبتها وخرجت اشتغلت. طبعا كنت ساعتها انت اول ست بتسوق تاكسي تقريبا في مصر. تقريبا. فخرجت اشتغلت اول سنه، اول سنه في 80. كان في ناس كتير في الاول في الشارع بتتفاجئ بيا، يعني يشاور تاكسي اروح واقفاله، يقول لي لا 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 انا اسف انا فكرت تاكسي. اقول له فكرت تاكسي فين؟ ده هو ابيض واسود، اهو ابيض واسود والعداد فيه. في واحد يجاوب معايا ويركب، واحد لا، لان ما كانتش لسه الموضوع ما حدش لا ما كانتش تعرف لسه. اكيد اول سنه دي تعبت فيها، يعني تعبت عبال ما اقنعت الناس ان في سواق. بعد كده بقت شيء عادي بقى خلاص، الناس ابتدوا ياخدوا عليكي. بالظبط كده. ويمكن كمان لقيتي قابليه من ستات كتير بقى يطمنوا اكتر انهم يطلبوكي. كتير في بنات كتير تشاور، ولحد دلوقتي تفتح الباب ورا وتركب تبص لاقي واحده ست، تروح قافله الباب تاني تقول لها انا اقعد جنبك عشان اقعد براحتي، ولا تعالي يا حبيبتي. كتير قوي قوي تقول لي لا انا هقعد جنبيك، اقول لها اتفضلي حبيبتي تعالي، فتقعد جنبي. طب قولي لي بقى ايه المضايقات اللي تعرضتي ليها كسواق التاكسي في مهنه كلها رجاله؟ اكيد لقيتي حد عايز يحاربك، عايز يقول لك لا ايه اللي جايبك هنا، انت جايه تشاركينا في رزقنا. ممكن يكون قبلك اصناف زي كده كتير؟ عارفه الاصناف اللي زي كده ومن دلوقتي بتعمل معايا الحركه دي مين؟ العيال اللي لسه طالعه جديده. اللي ما شافوش سواقه ما يعرفش ان انا بقالي 38 سنه، انا مش بقالي 35، انا بقالي 38 سنه سواق التاكسي. احسبيها كده من 80 ل 2018 يبقى كام سنه؟ 38 سنه. 38 سنه بدون مقاطعه، يعني انا قطعت السنه بس من سنتين ثلاثه المبني مات، قطعت سنه. رحمه الله عليه. الله يخليك، ما كنتش بشتغل. قعدت في البيت وكان انهيار تام، هي بس دي السنه اللي قعدتها، ولكن انا متواصله في شغلي. ففي سواقين جديده، عيال جداد، عيال مش يعني يمكن اصغر من ابني. ده بقى ممكن دول بيبقوا ايه يا ستي كانت ناقصاكوا، الحق الحق ده الحق، بص الولية سايقه تاكسي، ابص له كده عايز اقول له تعالى اقف وريني رخصتك وانا اوريك رخصتي، انا رخصتي درجه ثانيه. هو ما يعرفش يطلع رخصه درجه ثانيه، هو ما يعرفش يطلع ثانيه دي مهنيه طبعا. بيسوقها اتخن شنب، عايزه خبره، لا واتخن شنب بيسوق بيها، بيسوق بيها عربيه نقل ثانيه، رخصتي انا. طب عايزين نروح لحته ثانيه مهمه قوي، ولادك. اولا عندك كم ابن وابنه؟ انا كان عندي ولدين وبنتين. الولد الكبير كان كاتب وصحف في جريده عيني، توفاها الله بقاله 4 سنين رحمه الله عليه. دلوقتي معايا بنتين وولد. جميل. والبنتين الحمد لله متجوزين. ولادك قدرتي تخليهم يخلصوا تعليمهم؟ طبعا. وياخدوا كلهم شهادات عليا؟ طبعا. طب قولي لنا معاهم ايه بقى؟ يعني واحده معاها مثلا معهد سنتين. جميل. واحده معاها سياحه وفنادق. جميل. ووليد كان كليه اعلام، بس الحمد لله بقى اتكل على الله، ربنا افتكره. توفاه الله، الله يرحمه. الصغير مش مكمل تعليمه بس اشتغل دلوقتي صنايعي. طب وهم كان رايهم ايه في المهنه دي؟ يعني هم وعيوا على الدنيا لقوكي سواق التاكسي، من اول ما فيش حد منهم قال لك لا كفايه كده احنا مش عايزينك تشتغلي في مهنه ممكن تعرضك لمضايقات؟ ما كانوش يقدروا يقولوا الكلمه دي عشان انا مخلفاهم وانا شغاله سواق. هم طلعوا في الجو ده، طلعوا لقوني انا سواقه. يعملوا ايه؟ وبعدين هم فخورين بيا وفرحانين بيا. طبعا اكيد عيالي بتفتخر بيا، مش زعلانين ان انا سواقه، لا بيفتخروا بيا ان انا ما بعملش حاجه غلط. طبعا اكيد انا بشتغل شغله شريفه وطول الوقت. وكفايه انك قدرتي تبقي مصره وواقفه على رجلك لحد ما خليتيهم كلهم يستقروا في بيوتهم وياخدوا شهادات عليا. الحمد لله. كتير ما يقدروش يعملوا كده وهم ممكن يكون كمان معاهم شهادات كمان. يعني حبيبتي انا عيالي انا طلعتهم لوحدي. انا ابوهم ميت بقاله 20 سنه 25 سنه كمان السنه دي، انا مطلعاهم لوحدي وجوزتهم لوحدي، يعني انا جوزت ولادي ما حدش ساعدني فيهم.
ده ربنا هو اللي ساعدني. ايه حلمك اللي نفسك يتحقق ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله باذن الله يجي عليكي عيد الام الجاي يكون كمان متحقق باذن الله بشكل كبير؟ نفسي في حجه ان شاء الله. نفسي في حجه بس العين بصيره وريد قصيره. ربنا يكتبها لك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ولادك بقى بيحتفلوا بيكي ازاي؟ احكي لنا بيحتفلوا بيكي ازاي. بيجيبوا لي هدايا. بيجيبوا لك هدايا؟ بيجيبوا لي هدايا في عيد الام. بتتمنى لهم ايه؟ بتمنى لهم الستر من عند ربنا. بتمنى لهم يستروا من عند ربنا، يخلي لهم ولادهم ان شاء الله. ربنا يبارك لهم فيكي ويبارك لك فيهم يا رب ان شاء الله. واخيرا هتفضلي سواق التاكسي لحد اخر يوم في عمرك، ولا بيجي لك وقت تقولي لحد قضى الله ما يجي؟ انت حابه المهنه قوي؟ اه طبعا حباها، لان انا لو ما حبيتهاش هشتغل ايه؟ طبعا. هعيش منين لو انا ما حبيتهاش؟ هشتغل ايه؟ ولو قعدت في البيت هعيش ازاي؟ مش انا ام واب. طب اخر حاجه، ما بيجيلكيش اي فكر كنت تشتغلي شغلانه تاني، اي شغلانه حريمي يعني، تشتغلي في كوافير، خياطه، تفصلي، ما بيوحشكيش انك تبقي في وسط ستات وتتعاملي معاهم بعيد يعني؟ كنت ممكن تقولي ابعد عن شغلة الرجالة بكل تفاصيلها بكل مشاكلهم؟ لا، ما بحبش اشتغل يعني، ما غوتش اي شغلانه من دي كلها. انا غويت السواقه وصحوبتي كلها مع السواقين، يعني انا اصحابي كلهم سواقين، كلهم رجاله، ما عنديش واحده ست حتى صاحبتي، غير مثلا كتجاره ولا حاجه صباح الخير صباح النور، ولكن صاحبه لا، كل اصحابي رجاله، بيحترموني، بيعتبروني امهم، بيعتبروني اختهم طبعا. وفي مجموعه بكره عامله لي احتفال بعيد الام من السواقين. جميل. يعني يجي حوالي 20 25 سواق عاملين الاحتفال بعيد الام في العجوزه، في قهوه كده في العجوزه نروح نقعد عليها، جايبين لي تورتايه وجاتوه وهيحتفلوا بيا بكره. ودي احلى حاجه اختم بيها معاكي، كل سنه وانت بالف خير، وكل سنه وانت مثل حقيقي للست المصريه الاصيله. ربنا يخليكي. اشكرك. شكرا جزيلا. عفوا حبيبتي.